آياته ليدبروا آياته وليتذكر أولو الألباب. كتاب أنزلناه وهو القرآن الكريم، والإنزال هو النزول الدفعي مرة واحدة. يدبر آياته أي ليتذكر وليتدبر ما فيه وما شرع من شرائع فيتعظ ويعمل به، وليتذكر أولو الألباب أي ليعتبر أصحاب العقول والحجى فيرتدعوا عما فيه من نواهي ويلتزموا فيما أمر الله به من أحكام